جولة تانية رح نروحها سوا على دور السينما حتى نشوف شو هي الاقتراحات لبعض الأفلام يلي موجودة فيها. I'm not gonna dress it up. Turkeys are dumb. جديد بالصلايات فيلم الانيميشن Free Birds in 3D مع أصوات وودي هارلسون وأوين ويلسون. كوميديا عن ديكين حبش بيتحدوا لحتى يلغوا طبق الحبش عن المنيو. والبيوغرافي 12 Years a Slave للمخرج ستيف ماكوين عن رجل أسود حر تؤخذ منه حريته. Petty Officer Shane. وفيلم الدرامي The Lone Survivor مع مارك وولبرغ وإميل هيرش المرتكز على Operation Red Wings اللي فشلت بسنة 2005. لكل يلي اليوم بعثوا لي اجاباتهم على موضوع الرياضه، طبعا في كثير اشخاص عم بيعملوا رياضه ان كان ساعتين ثلاثه او حتى اكثر بالنهار، يلي مبلشين بالزيرو بليز يا ريت فينا نطلع شوي 10 دقائق نص ساعه او ساعه، يلي عنده وقت طبعا في كثار عم بيقولوا لي ما عندنا وقت وملحقين ودرس والى اخره، انا بفهمهم بس هيك خليها تكون واحده من القرارات يلي رح ناخذها لل 2014 ونجرب شوي نتحرك حتى لو كانت مشي او تمشيه بساعات واوقات معينه. رح ننتقل عند الشيف فيصل هلا حتى نكون معه رشه ملح. لكن عن جديد مشاهدينا نحن رح نتابع وصفتنا لليوم اللي هي انجل كيك مع البيري كومبوت، وطبعا كنا حضرنا نحن من شوي الليمون كيرد، والليمون كيرد اكيد اذا كان رح يكون معنا وقت زياده رح ارجع احضرها مره ثانيه، مقاديرها جاهزين. البيري كومبوت كنا حضرنا الفريز، برجع بكرر انه جبت فريز بس اليوم مجلد، والبيري كومبوت موجود بالسوق طبعا بالسوبر ماركت الكبيره، كمان باكتات مفرزه ومنه غاليه، خبريه كثير حلوه لكم. وكنت حطيت نص كميه السكر لل 400 جرام، بدهم 400 جرام هي الوصفه 200، حطيت 120 جرام من السكر، حطيت نص 60 جرام هون، برش ليمون، قرفه وجوز الطيب، وتركينا مثل ما هي بعد عم تعمل ديفروست، رح نطبخها سوا. لكن تنربح وقت نحن رح نروح نحضر وصفتنا الاساسيه اللي هي انجل كيك. الانجل كيك هي بتتالف من 365 او 75 جرام من بياض البيض او زلال البيض، وفينا نعتبرهم 11 زلال بيض، رح نحطهم بالمكنه. وطبعا هي طريقتها طريقه تحضيرها مثل الميرانج، رح نعمله كولد ميرانج. عندي من السكر 300 و150 من الطحين، عندي 15 ملي من عصير الحامض، عندي طبعا رح يكون 2 جرام ونص من ملح الحامض ورشة ملح. لكن بلش برشة ملح، اوكي، عندي ملح الحامض او حامض الليمون 2 جرام ونص، ما نكتر كتير، مع الزلال و طبعا فانيلا، رشة فانيلا. الانجل كيك بتميز انه ما بيدخله صفار، واذا نزل معه صفار او اثنين هو ما فيها مشكلة ابدا. رح نبلش نحن بطريقة الميرانج. طريقة الميرانج رح ندور المكنة على الخفيف، نبلش نعمل الميرانج. عندي نص كمية السكر يلي رح تكون مع الطحين، اوكي مثل ما شايفين، والنص الثاني رح احطه مع الميرينج، وهلا بتشوفوا كيف. بينما بهالوقت كمان رح حضر القالب كرمال نسكبه فيه نربح وقت اكثر. عندي من القالب نقيت انا هالقالب، فيكم تستعملوا اي قالب ثاني، اويل سبراي، دهنة زبدة أو دهنة زيت. هيني قصتها. هلا طحين، رح أجيب الطحين
كرمال النخل الطحين نعمل غطا صغير لها، وطبعا اذا قالب غير لاصق ما بيأثر فيكم ما تحطوا شيء، بس المفضل انكم تعملوا هالطريقه. بهالطريقه هيدي مثل ما شايفين عم نعمل كوتينج للقالب. هيدي العمليه خلصت. هلا رح نشوف الزلال بهالوقت ونحط رشة سكر على الخفيف. عندي القالب طبعا جاهز، الفرن على حرارة 160 او 180، وطبعا محملين الفرن من قبل بوقت. عندي كل شيء صار جاهز لهالوصفة. الا بعد عنا 15 ملي من عصير الحامض راح نضيفهم بالاخر، لكن هون راح نترك زلال يشتغل معنا. راح طبق الليمون كيرد اللي حضرتها مع الكريم كرمال بعد شوي غاده تبلش تزين. راح تفرجيكم راح تعمل الطريقه. انا عندي طبعا مثل العاده ابراكادابرا، عندنا قالب جاهز راح تشوفوه بعد شوي، بينما هلا على البراد راح اجيب الليمون كيرد والكريم المخفوق. ليمون كيرد ما لكن وصفتها كمان ليمون كيرد موجودين هون، او كريمة الحامض يلي راح احضرها عن جديد معكم. والوصفة هي بتقول 240 جرام من الكريمة، عندي 240 جرام من الكريم موجودين هون. هذا الكريم مخفوق، وطبعا انا استعملت كريم النباتي و 120 جرام. راح دور الميزان وتشوفوا كيف عم نشتغل. اوكي 120 جرام من كريمة الليمون، صار عندنا 83 و 120 125 كل هدف 158، ما في مشكلة أبدا. تطلع شوي حامضة، لكن الكريم جاهز. بعد بده السكر، هيدي بترجع بتروح معنا هلا على البراد بناخدها بعد شوي. عندي من السكر بودرة 40 جرام من السكر البودرة. هاي الوصفة جاهزة، راح قلب تقليب. هيدا الليمون كيرد طبعا راح ندهن فيه القالب، وفينا حتى نحشيه، بس المفضل هلا نشتغل بالقالب من برا. راح نحركهم على السريع ياخذوا بعضهم. وهيدي الكريمة جاهزة، هلا راح ندهن القالب وطبعا نبلش نزين فيه لان راح ياخذ وقت معنا. بينما عندي المزيج الميرينج، راح اضيف له نص الثاني. على طول بذكر انه السكر لازم نضيفه على ثلاث مراحل. اول مرحله اول ما يطلع الزلال يصير عندنا الفوم او يبلش لونه ابيض. ثاني مرحله بوسط الخفق لما يتكثف اكثر شوي، واخر مرحله بيتكثف بجمع ومنضيف اخر كميه السكر كرمال يجمع بعضه وما اكيد ما يفرط. ليمون كريم جاهز عنا، راح نروح على البراد نحطهم ونتابع وصفتنا لليوم. هلا بهيدا الوقت راح فرجيكم كيف طبعا عندي البري كومبوت مثل ما شايفين او ستروبري، حطيتهم بالكاسرول، واكيد راح نولع النار مثل ما شايفين النار والعينه، وهم نتاكد منها
كمان النار بلعاني للبان ماري. راح نشوف شو صار بالزلال، بعد بده نطول. بهالوقت نحن فينا نعمل الكومبوت، ويلي هو قلنا بيتالف من 200 جرام من ميكس بيريز كومبوت، 60 جرام من السكر، رشة قرفة، برش ليموني، وفينا نحط برش جوزة الطيب. عندي من النشا ملعقة صغيرة كرمال يتكثف المي فيه. راح أوضع النشا بنفس البول، وإذا تركتوها من قبل بنهار مثل ما قلت لكم كل المي الفريز، كل مي الفريز أو البريز بتصير هون، نتركها كرمال نفكك فيها النشا. بينما هون راح استعمل شيء بسيط من المي كرمال نشد فيها المزيج، ولازم اكيد تتفكك مع بعضها بهالطريقه. وبنطر بهالوقت بتكون عندي جاهزه، راح انطر اكيد، راح خفف النار او بدل هون، خلي البان ماري حدي كرمال هلا نرجع نحضر نحن وياكم الليمون كيرد. بينما بهالوقت عندي الزلال صار جاهز او الميرينج، راح ضيف له سكر، سكر تدريجيا مثل ما شايفين، هاي كل كميه السكر صارت موجوده عندي هون. هلا راح نعمله، بعطيها شويه وقت كرمال تتكثف اكثر. لازم يعني طبعا اذا ما تكثفت شلناها راح يفرط المزيج كله سوا. وبالشريط الخفق موجود عندي هون او موجود هون، راح نقلب فيها تقليب. القالب جاهز يلي راح نسكب فيه، وهون صار جاهز، راح اعمله بهالوقت مثل ما شايفين صار عندي ميرينج على البارد تحضيره. شايفين كيف كتير سهلة وحلوة طريقته، وفينا نحضرها على الايد، وفيكن اذا بدكن على الخفاقة بنرجع نشرح كيف فيكن تحضروها. هالوقت عندي من السكر، وراح ضيف تدريجيا سكر وطحين، راح اقلب بهالطريقة. بيتميز هالمزيج انه بضل لونه ابيض فاتح. راح ضيف الكمية الثانية من الطحين، وطبعا قسمت الكميات بين طحين وسكر. السكر نص الكمية وضعناها مع الميرينج، تقليب على الخفيف، وانتبهوا على طول لكثافة الميرينج، تقليب على الخفيف. هون ننتبه كمان ما نترك الطحين بقلب المزيج، لازم يتفكك كله سوا مع الميرينج. وصفة كتير سهلة وطيبة وخفيفة، تذكر انه ما فيها صفار بيض ابدا. يلي عنده كوليسترول، يلي عنده دهون، جاهزة وسهلة. اوكي هلا رح نسكبها بالقالب، وطبعا تفوت على الفرن. هلا بهالوقت انا رح اسكبها بالقالب وحطها بالفرن، وبس نرجع من البريك رح نكمل تحضيراتنا لليوم. ترونا خليكم معنا بريك صغير وبنرجع.
واكيد بنوصل سوا الى المرحله اللي هي الفاينل تاتش مع الشيف فيصل ورشه ملح، واليوم الاشياء الكثير طيبه بالفعل يلي كان عم بحضرنا سوا. عم بحضر لنا اياها كيف اليوم؟ صلحتها صححت اوكي. غدا نحن هلا صرنا عندنا البري كومبوت هون، الانجل كيك صار جوا. قد ايه بده وقت؟ بده تقريبا من ال 25 لل 35 دقيقة على حرارة 150 أو 160. عظيم. عندي البان ماري هون جاهزة كرمال نحضر البري كومبوت، راح نحطها على نار قوية. اوكي. أو ستروبري بعدنا عم نسميها بري. ولكن هلا راح يصير نحن وياكي. نعم. راح نزين. انا قلت لك خليه للتزيينات كلها وهيك. التزيينات كلها لك، شوفي كل هالمارشميلوز هون. شو بدك نعمل؟ وكلنا بنعرف انه وصفة المارشميلوز كثير سهلة، راح نشيل هيدا من قدام الكاميرا. والوصفة عندنا هي بتقول جيلاتين، ماي بيريت، وسكر. هيها في ناس بتحط كورن سيروب، في ناس بتحط ما بتحط لها كورن سيروب. اوكي. وصفتها كثير سهلة، بكرة بحلقات الثانية رح نشرحها للمشاهدين. أوكي. بينما هلا الكريم بالبراد. يلا. رح نجيبه. رح نعمل دهنة كريم، وطبعا رح نجيب كفوف قبل غدا. يلا. بهالطريقة عندي انجل كيك جاهز. رح ندهنه ليمون كريم قلنا 120 جرام و 240 من الكريم المخفوق، 40 جرام من سكر البودرة. وصفة كثير حلوة، كمان بحبوها الأولاد. أكيد. فيها مارشميلوز. بس الأولاد، الكبار كمان. الكبار، رح أتركك حطي مارشميلوز وقربوا على ضوئك، وقلنا نتابع وصفتنا اليوم مع الشيف غادة. هلا عندك هونيك شيء عم يغلي. عندي هونيك اللي عم تغلي هي المي. كرمال كمان البان ماري، هيدي انا بدي اياها تغلي. هو اللي بدك اياه. فرجيني كيف صارت. اوكي، رائعه. منشيلها؟ منشيلها. وهلا الوصفات على الهوا يا غاده كمان. نعم. بس منيح انت اليوم هون، لو انا رولا هون ما بقي ولا حبه، ولا حبه من هول. لا انا مش ولا حبه. طلعي شو فيه بعد الهوا يعني. من بعد يو ميست ا لوت اوف ثينجز. ما بدك تحط كثير، ايه عم بتترقق على الخفيف. عم نرققها فينا من جوا كمان. اوكي. ايه اطيب. وانا رح انتقل فينا كنا نقصه ونحط جوا كمان. بس رح تاخذ ديباجي طويله هلا معنا والوقت ضيق. مثل ما بدكم حتى فيهم هالكيك الاولاد بالبيت يحضروا معهم. طيب. بدك هلا نزين فوق؟ هلا فينا بهالطريقه اذا بدك. شوفي شو هو قصاص كثير حلو. نحن لا منه قصاص. رح نشرح هالطريقه من هول ومن هول. اللي بدك اياه فينا نحط هول على الوجه هيك. ايه فينا اكيد. اوكي بهالطريقه كلها. بيطلع كثير حلو. هات نشوف. فينا نعجل هيك. ما عندنا شيء. ما عندنا شيء؟ خليكم معنا ربع ساعة. افتحوا لنا الهواء اكثر من ساعة واحدة. طبعا. لأنه بدنا نزين ال ليك أنا رح كمل كرمال سادك. يلا. شوي. وبنرجع نتابع الوصفات. اوكي. اوكي. كلها بهالطريقة. أكيد المهم يفهموا طريقة التزيين. فيو بياخذ وقت شوي. ما بقيوا إيه إذا لحقنا وحطيناهم مش ضروري. لا لا ما بيوقعوا. فيك يكونوا، فيك تعبيهم كلهم سوا يكون كله وفينا معبر. فيك تحطي مسافات. اوكي. ليك هون شو عم بصير. كثير شكله ولونه كثير حلو. والمي عم بتنشف. المي ماشي ما بقى فيه ولا نقطة، إذا بدك يعني، إذا بدك تلحق البان ماري. أكيد رح. إذا بدك تلحق. إذا لا. عندنا مي. هاي المي. بدنا نزيد المي. في بس أنا ما بدي إياها كثيرة. أوكي. أوكي. رح نقوي النار. والشيف غادة عم بتتابع. نعم، التحضيرات. التحضيرات. اوكي انا عندي هون رح نوضع
النشا اللي حطيناه فوق الكومبوت، وطبعا راح نقول لك بالاذن شوي يا غدا لحتى نعمل شو؟ لحتى ناخذ ملعقه من الجرور. اوكي، اذا هيك ماشي الحال. بعدك ما نسيتيها. بعدك ما نسيتيها. اذا بدك تاخذ معلقه اوكي. اوكي، طيب نحن راح نقلب بهي الملعقه. اوكي. فينا طبعا نقلبهم بهالطريقه هيدي. حط لهم النشا كرمال يتخطروا شوي. غلوة صغيرة على النار. وفي أضيف معهم شوي من الفواكه مجففة مع القلوبات، كرامبريز، باناناز، لايم، شمام ولوز. كمان بنقلبهم مع بعضهم كرمال تروح سايد ديش مع بهالطريقة. نحن شايفينها هون عم بتتكثف. من بعد ما نضيف، لازم نضيف كل كمية السكر الموجودة عندنا، بنقلبها. قد ايه يعني سكر حطينا؟ سكر حطينا 60 جرام لل 200 جرام. واو شو عم بيطلع كثير حلو. اوكي، مش لانه هن يعني المارشميلو، لا لانه انا حطيته. اكيد يور تاتش حلو، التواضع حبيت. ايه بس يا ريت بنزيد السرعه. ايه انا ما عندي شيء، رح نفتح هوا اكثر من ساعه وحده نضل لحتى عنا نخلص بهالسبع دقائق. بتعرفي انه بينما انت عم تزيني بدك مني شيء ثاني غير التزيين؟ خلصي لي تزيين وانا كثير مشكورك. شفت كيف؟ خلص شو بدك انت، على قد ما نخلص هلا. سبع دقائق بحر الرن. سبع دقائق. هالكومبوت جاهز مشاهدينا مثل ما شايفين. اوكي، هلا بهالوقت عندي الليمون كيرد رح نحضرها، الباسين جاهز هون، عندي بيض عدد اثنين، عندي طبعا عصير حامض 125 ملي، وعندي 100 جرام من السكر، 125 من الزبدة، 125 من عصير الليمون الحامض. بنحركهم مع بعضهم بهالطريقة قبل ما نوصل للبان ماري. 125 جرام من الزبدة مثل ما شايفين، والبيض صاروا موجودين هون. عنا لازم نوضع معهم برش ليمون. فينا نحط برش ليمونة حامضة وحدة هون. البري كومبوت خلص بعقد، رح نوضعه ببول ونروح فيه دغري بري او ستروبري مع ناتس. نحن ما فرجيناكم على الكاميرا هالطريقة. اوكي، مش الحال؟ ماشي الحال. حطيتها الكاميرا. الكريم، الكريم وين يلي كنا عم نحطها هون على الجاتو؟ الكريم اللي كنا عم نحطها موجودة هون اذا بدك اياها. بدي ازيد هون. بدك تزيدي كريم وين؟ هون. يلا هي لازم نعبيها كلها سوا. ليمون كريم على النار. ليمون كريم على النار. والمي عم تغلي. مجرد عم بشرح الطريقة، مجرد ما تاخذ بعضها تصير كريم على حرارة أكيد المي البان ماري. عم نحطها دايركت بطنجرة لأنه أكيد راح تلدع ويصير عندنا سكرامبلد إيجز بالليمون. هذا الشيء ما بدنا إياه هلا. حتى لو صار عندنا رغوة ما في مشكلة. البادي كومبوت قلنا، وفي طريقة ثانية بتعرفي رح فرجيهم شو عامل طريقة ثانية بنخدم فيها. اوكي؟ هذا البرنسبل جاهز. الطريقة الثانية اللي بنخدم فيها هالوصفة هيدي، إذا عندهم ليمون كيرت وعندهم كريم مخفوق، كل المكونات موجودة وعندهم البادي كومبوت، بتعرفي شو فينا نعمل هلا؟ شو فينا نعمل؟ شو فينا نعمل؟ يلا رح نجيب من الليمون كيرد اللي حضرناه. حطيناه بكعب كاسة. بس وين الكاسة؟ بالبراد. بالبراد؟ بالبراد مع الكريم. هلا رح جيبها. نجيبها من البراد. اوكي، هون بتعرفي انه هون لازم يوصلوا على حرارة 65 اي لل 75 حرارة الطبخ. ليك بشدوا يعني مش يغلوا يعني؟ ما لازم يغلوا لأنه بيحترقوا وبيفرطوا. اوكي اوكي،
واو. فيك تكملي على الوجه؟ تعملي برمه صغيره هون. نعمل برمه على الوجه. شكرا يا شيف. وهون ليمون كيرد جاهزه. ليمون كيرد جاهزه لكينا تعلموا ثلاث وصفات اليوم المشاهدين. بنطفي النار وبنوضع الزبده 125 جرام وطبعا رح اتركهم هلا. بس عنا بالفرن. عنا بالفرن بعد بده وقت. بعد بده شوي. بعد بده وقت فينا نفرجيهم. اوكي في يقول انه في يقول جاهز وفينا نشيله من الفرن. كمان تحضيراتنا كلها رح تخلص. رح تخلص مع الوقت. يا غادة يلا مثل ما شايفين جاهز جاهز. وطبعا طلعوا اللون من جوا. رح اتركه يبرد. حطه هون على الرف. وعنا بعد قلنا تحضير صغير عملناه. ملعقة صغيرة مع الباري كومبوت رح اشتغل. خلصتيهم كلهم 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 على القد. عن جد فيري نايس كثير حلو. هلا رح نعمله ملعقة. عندي ليمون كيرد. حطينا ليمون كيرد بالكعب مثل ما شايفين. ليمون كيرد حطيناه بالكعب. طيب هاي الليمون كيرد اللي حضرناه. هاي شو هاي؟ كريم. هيدي كريم. رح فيني استعمله؟ فيكي اكيد فيكي تزينه. وراح احط البري كومبوت معهم. اوكي طبعا لازم يكون بارد. اوكي فينا نترك شوي لبين ما نخلص. انت كنت عايزهم؟ فينا لا الكريم مثل ما كنت عم تعملي يا غاده. هيدا الموجود فينا نظبط اذا بدك. في عندنا شيء خلص المارشميلوز. خلص انت اذا ما عندك شيء. فيري نايس. لا خلص فيك تروح. عن جد خلص. أوكي. اوكي فينا نخدمها بصحن في فرج المشاهدين اذا بدك. كيف؟ عظيم. راح نخدمها بصحن. فينا بس حرام عن جد حرام. ما بينقص هيدا اليوم. عن جد انه لازم. هيدا انجاز اليوم. عن جد انه لازم يتصور. ايه يلا. لازم يتصور قبل ما ينقص. ولازم اذا بدك تصوري معه. حط اذا بدك بنضيلك هلا. باي باي. بهالطريقة مزبوط عم بصور؟ مزبوط من فوق. عم بقول للمصور خذ الصورة من فوق لحتى تطلع أحلى. اوكي ايه؟ كرمال شوفوه على البيج المشاهدين. رح تحطها. وهلا رح نقص. رح نقص الكيك. اوكي يلا لحتى نشوف من جوا كيف طالع. طالع كثير حلو. في حدا؟ اوكي عندي. واو بجنن. اوكي بهالطريقة. اوريت بنرجع شو بنعمل؟ بنحط على جنبه. على جنبه بنخدم الباري كومبوت بهالطريقة. هن سخنين ايه معلش. اوكي فينا إذا بدنا نحط شوية قرفة. هاي شوية قرفة بتكون وصفتنا لليوم خلصت وقتها وفريش. بس بحب اقول لهم انه بيكملوا الوصفه بهالطريقه. صار عندنا لليوم كم وصفه عاملينهم من نفس التحضيرات. يعني ما بروح شيء هيك وهيك حتى ايه اكيد. انا بودعهم للمشاهدين. الله يراد بنشوفك. شوفكم بكره بكره بوصفه جديده اللي هي البهاماس اللي انتم طالبينها. انطرونا وبقول باي باي. بكره بهاماس؟ بكره. طب انا جاي. ميرسي لك شيف فيصل. انا بدي اودع كل المشاهدين بكره غيدا رح تلاقيكم ان شاء الله بعالم صباح جديد ابتداء من الساعه 10.